والجمال والنجاح. الليلة عنوانها النجاح. نحتفل مع حضراتكم بنجاح أفضل بشهادة لجنة التحكيم الأهم والأصدق، بشهادة الجمهور، تغممات النجومية، القائم معياره على محبة الناس والنجاح الحقيقي وليس مجرد الانتشار أو الشهرة. في واحد من أهم الاستفتاءات على مستوى الوطن العربي، مش بس لأنه من أقدم الاستفتاءات، ولكن لأنه على مدار 9 سنوات من النجاح والتطوير لم تعد جوائزه مقصورة على مجالات الفن والرياضة فقط، لكنها امتدت لتشمل الموهوبين في شتى مجالات الإبداع. أهلا بحضراتكم في مهرجان وشوشة الأفضل لعام 2023. أتوجه بتحية شكر وتقدير لكل القائمين على هذا المهرجان، في مقدمتهم رئيس المهرجان ومؤسسه رب الفكرة الأستاذ الإعلامي أحمد الهواري. السنة دي كانت صعبة على الكل، صعبة علينا في الوسط الفني، يمكن عشان أصحابنا وإخواتنا اللي فقدناهم السنة دي، صعبة علينا كوطن عربي في مشاكل بنعيشها في دول عربية شقيقة، وإخواتنا اللي فقدناهم شهداء عند ربهم إن شاء الله. إحنا بنحاول نعمل شغلنا، بنحاول نعمل اللي علينا، دايماً الإدارة أستاذ علي الكحكي اتكلم معانا يقول لك اعمل اللي عليك ومالكش دعوه بحاجه ثانيه. فاحنا بنحاول نعمل اللي علينا علشان لازم البلد تفضل ماشيه وتفضل دايره وتفضل بتنتج. عايز اشكر زمايلي واساتذتي اللي قايمين على الحفله. طبعا بشكر استاذ علي الكحكي ملك مجموعه الشاشه الاعلاميه على دعمه الدايم لينا. بشكر استاذ محمود اسماعيل رئيس مجلس الاداره. بشكر مجلس التحرير بتاعنا استاذ محمد سالم، استاذ مصطفى متولي، استاذ محمد الماضي، استاذ هدير عرابي، استاذ حماده السيد. بشكر زمايلي عمر احمد، امير الهواري، جيجي محمود، هايدي عبد الرافع، منار بدر الدين، كريمه محمود، امير عز الدين، هبه جميل، سيد خطاب، سامح المنسي، احمد محرم. انا مش عايز انسى حد، احنا كتير، بس بحاول اقول اسامي الناس برضه عشان ياخدوا حقهم. انا مش موجود لوحدي على الستيج هنا بكرم الناس عشان انا اللي بعمل الحفله لوحدي، لا في ناس كتير بتتعب. زمايلنا في قناه النهار، الناس اللي قايمه على المنارة، استاذ محمد حلمي، استاذ احمد خريبه، الناس دي بتساعدنا كتير قوي وبتتعب كتير قوي علشان يبقى يوم حلو ان شاء الله وينال اعجاب. ما عنديش حاجه ثانيه اقولها. على المستوى الشخصي مبسوط وبشكر مراتي وبشكر بنتي يمنى علي وبشكر نوايا بنتي علشان لما تكبر اقول لها ان انا كنت بقول اسمها زهره. شكرا وطولت عليكم وانا اسف وتاخرنا شويه بس معلش. النهارده كان في واجب عزاء عن الفنان احمد حلمي ونجوم كتير اتاخرت علشان تقدم واجب العزاء ده، ربنا يرحمهم جميعا. ويلا بينا نبدا. مساء الخير. احب اشكر الاستاذ احمد الهواري على التكريم بتاع بابا، طبعا الاستاذ علاء الكحكي، ويعني دي حاجه كبيره طبعا ان هو بعد الفتره اللي اتوفى دي كلها يعني
الناس الحمد لله فاكراه ومش ناسيين يعني. شكرا. الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه بشكر طبعا مشوشه وبشكر طبعا الاستاذ علاء الكعكي والاستاذ احمد الهواري. بتشرف دايما ان انا يعني للسنه الثانيه اكون موجود مع حضراتكم هنا. دايما بتبقى احتفالات كبيره، ولكن الحقيقه يعني ازمه فلسطين عملنا حزن كبير. فهنكتفي السنه دي بشكر حضراتكم، والسنه الجايه ان شاء الله باذن الله يكون في نصر في فلسطين ونحتفل مع بعض. بشكر حضراتكم. جائزة أفضل مدير كرة لعام 2023. كانت النسخة دي جميلة جدا اللي زغلها، أكبر من الثانية. الحمد لله رب العالمين. انت بتعمل شغل وفي مكانه وربنا بيوفق، يعني حاجه كنت شغال وربنا ما بيش موفق دي خطوه كويسه قوي قوي قوي. الحمد لله انك كنت النهارده شرح اللي جاي. يمكن الجوائز بتبقى فيها بدايه صحيح، لكن بيبقى ورا كواليس جماعيه، يعني يا ريت الموضوع يبقى مفهوم ان الموضوع ممكن واحد يتكرم، لكن الخلفيه الجماعيه هي اللي بتساعدنا. بشكر كل المساعدين وساعدني وهي اللي جوي عشان ابقى موجود هنا، بدايه من اسرتي وزوجتي واولادي وكل اللي اشتغل معايا. ان شاء الله الرحمن ايا كان السنه الجايه انا وغيري موجود هنا نكون فرحانين بانتصارات وسعاده واطمئنان واستقرار، مش مصر بس، لكل ان شاء الله.